النادي الأهلي. أيضا عايز أروح لجواب مهم، جواب من الاتحاد المصري لكرة القدم للأندية علشان شكل المسابقات خلال الفترة القادمة أو خلال الموسم الجديد. ده زي ما حضراتكم شايفين ده الجواب اللي موجود من الاتحاد المصري لكرة القدم للأندية. البطولات السنة الجاية هتكون بطولات الجمهورية لأندية القسم الأول مواليد 99، مواليد 2001، 2003، 2006. بالنسبة لدوري القسم الثاني والثالث والرابع ما هيبقى بطولات دوري القطاعات مواليد 99 و2001 و2003 و2004 و2005 و2006. ده ابرز يعني الفرق اللي هتشارك بها الانديه خلال مهرجان البراعم. ايضا طبعا هيكون في 2011 و2010 و2009 و2008 و2007. ده شكل المسابقات ان شاء الله في الموسم الجديد.